السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا دوزتوا اسبوع جيد. اليوم على بركه الله جبت لكم طريقه طبيعيه باش نصبغوا الشعر ديالنا ونخبيو الشيب. لهذا الوصفه ديال اليوم كتعطينا واحد اللون اللي عسلي بني هكا معسل زوين، واحد الكولور طبيعي وزوين. غادي نبدا لكم المكونات. عندنا هنايا الرمان، قشره الرمان كارمين، وعندنا الحبوب اتاي، وعندنا الحنة والقهوة، وهنا كيف كتشوفوا عندنا اللزاز، وهذا الكركديل. هادشي كلشي متوفر عند العطار. الكركديل هو واللزاز ممطحونش، اللزاز، وعندنا حامضة. انا غادي نستعمل غير نص حامضة في هاد الوصفة ديال اليوم. على بركة الله غنوريكم الطريقة. ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه هادشي. عندنا الحنه كيف كتشوفوا هي، غادي ناخذ منها جوج معالق. نتوما كتستعملوا على حسب طول الشعر ديالكم، جوج معلقات. وكناخذوا هنا عندي انا معلقه ونص ديال القهوه، غادي نضيفها. وغادي نديروا عصير ليمونه حامضه هكا كيف كتشوفوا معايا، كنعصرها مزيان. هاد الوصفه البنات راه زوينه بزاف، واللي بغى اللون يكون داكن يبقى يعاودها. كتشوفوا معايا انا غندير غير نص حامضه. دابا غنوريكم الطريقه باش غادي نحضروا الماء باش غادي نسقيو هاد الحنه والقهوه. غادي ناخذوا كسرونه كيف كتشوفوا، كسرونه انا درت فيها كاس ديال الماء. كاس الماء اللي كنشربوه كاس كبير متوسط هكا، نتوما تقدروا ديروا ديال العنبه، كاس ونص ديال العنبه. غادي نضيف نسيت كنعتذر، نسيت ما قلت لكمش سميتو قشره الرمان والسواك. ها هو كيف كتشوفوا السواك كنضيفوا قشره الرمان لهداك الماء ديالنا والسواك. ديروا واحد جوج طريفات ديال السواك مع نص قشره ديال الرمان ولا داكشي اللي عندكم. وكنضيفوا الكركديل، كندوش بزاف، المهم تقريبا واحد المعلقه. انا صافي عيني ميزاني كنعرف غير بعيني هكا، معلقه كبيره كيف كتشوفوا معايا. وغادي نضيفوا هنايا معلقه كبيره ديال اتاي كتشوفوا، كنضيفوا هكا وكنشعلوا البوطه عليها. البنات كيف كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا كيطبخ، كنخليوه حتى كيطلقوا المكونات ديالو. كيف كتشوفوا دابا شفتوا اللون طالق، اللون احمر ديال الكركديل والزاز ورق الرمان والسواك، كيطلقوا الكولور ديالو مزيان. كنخليوه يطبخ مزيان، من بعد كنصفيه وكنخليوه يبرد، عاد كنسقيو به ديك الحنه ديالنا، كنخلطوا به الحنه ديالنا مزيان هكا. انا غادي تشوفوا معايا كيف غندير ليه. بالنسبه للبنات اللي صابغين شعرهم دايرين ليميش او الكيراتين، ما كننصحهمش بهاد الوصفه، ما كننصحهمش بها، لان غادي تنشف ليهم الشعر ديالهم وغادي تخبل ليهم الشعر. الاحسن ما يديروش هاد الوصفه هذه. البنات يقول لك راه الحنه كتنشف لنا شعرنا. تقدروا تضيفوا معلقه ديال الزيت للوصفه ديال اليوم، ولا دهنوا شعركم بشي زيت ديالكم اللي كتستعملوا. انا كندهن شعري بالزيت اللي سبق ليا وصاوبتها معاكم ديال تساقط الشعر، هذيك هي اللي كندهن بها انا. عاد كنطبق هذه الوصفه هذه. بزاف ديال الناس كيتسائلوا على اللون ديال شعري باش صابغاه فين صابغاه، كندير لي غير هذه الوصفه الطبيعيه، كيرطبوا الشعر وكيخليوه زوين والكولور ديالو طبيعي وزوين. البنات كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طبخ الخليط انا صفيته، ها هو كيف كتشوفوا شو اللون ديالو كيف كيولي. دابا غادي نخلط، غادي نخلط به الخليط اللي عندنا هنا. عندنا القهوه والحنه وعصير حامضه، نص حامضه كنخلطوا. هاد الوصفه البنات راه زوينه بزاف. كنعاود نضيف
هاد الناس كنوعدكم بوصفات طبيعيه 100% واللي كتعطي النتيجه مضمونه. هاد الوصفات كاملين اللي كنقدم لكم راهم هائلين وطبيعيين وكنجربهم. كتشوفوا معايا البنات كنخلط هاد المكونات مزيان، كنخلطو غير شويه بشويه، تكون الخليط ديالنا خفيف شويه ماشي ثقيل. كنبقى نخلط شويه بشويه. كيف قلت لكم البنات ندهنوا الشعر ديالنا قبل ما نديروا هاد الوصفه. الزيت اللي كديروا شعركم ومن الافضل الشعر يكون نقي. راه الوصفات اللي كنديروا للشعر ديالنا ولا الوجه ديالنا الا ما كانش الشعر والوجه نقي راه ما كتعطيش المفعول ديالها، ما كتعطيش نتيجه 100%. من الاحسن يكون الشعر نقي. بالنسبه للمده اللي غادي ديروا هذه الوصفه ديروها شي ساعتين ولا 3 سوايع، الا ما عندهاش ضرر على الشعر ولا على الفروه ديال الشعر ديالنا. كنعاود نضيف انا وانا غنوريكم القوام ديالو كيف غيكون. هذا الخليط هذا كتخليه واحد 10 دقائق، كتسدو عليه وتخليه 10 دقائق يخمر مزيان، عاد تنديرو الشعر ديالنا. شتو البنات؟ شو هكا القوام ديالو كيبقى هكا. البنات كيف كتشوفوا معايا اليوم الوصفه ديال اليوم انتهت، كان معكم وصفه اخرى ان شاء الله، وما تنساوش تدعموني في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.